شطورة. أنا فعلا يا ميس لما أضرب الخمسة في العشرة هتساوي 50، يبقى قيمة العدد بتزيد في الضرب. لكن لما أنا هقسم، قيمة العدد في القسمة بتزيد ولا بتقل في القسمة؟ بتقل. ليه؟ عشان أنا لو معايا 50 جنيه وهقسمهم علينا إحنا الخمسة، يبقى كل واحد منا هياخد كام؟ 10. 10 جنيه. يبقى كده ال50 جنيه كانت كبيرة وقسمناها علينا، يبقى أقل. يبقى القيمة في القسمة مالها؟ بتقل. بتقل. في الضرب بيحصل لها ايه؟ زيد. حفظناها، عرفناها وفهمناها. ايوه يا باشا. يبقى لو سألني فيها في الامتحان اعرف اجاوب. ايوه تمام. ايوه، تعالي نشوف بقى القيمة العددية المميزة اللي عاملة مشكلة مع عمار، عمر مع عمر. اللي مرة. يسألني منكم يقول لي هو مين، علشان انا بتلخبط بين صوتكم. ماشي يا مس. اوكي يلا هكتب بعض الأسئلة كده وأشوف الشطار كل واحد هياخد سؤال. العدد المميز هنا، اوكي انا غنيه العدد المميز مش هنا، هتحرم. العدد المميز. هنشوف الشطار اللي كانوا مركزين امبارح معايا ويعرفوا يحلوا. العدد المميز كتبت لك اعداد كتيرة ايه؟ في ناس بدأت ترفع ايديها ارفعوا ايديهم ليه بس؟ عشان يجاوبوا. عشان ايه؟ يجاوبوا العدد المميز للواحد من 100. العدد المميز للواحد وسبعين من 100. العدد المميز، شوف كاتب لك كام سؤال عدد مميز عشان ما يبقى لكش حجة في الامتحان وما تحلش حاجة غلط. مس يلا نشوف الناس اللي رافعة ايديها. يلا نبدأ بجوري. يلا يا جوري، أنا العدد المميز ل 63 جزء من 100. الستة هتاخد النص. ممتازة يا جوري، شوف عملت ايه، راحت واقفة في خانة الجزء من 10، ما وفيتش، ما شافتش اي حاجة تانية، هي حطت عينيها على الستة بس وقالت لي الستة يبقى تاخد نص على طول. ممتازة. يلا يا بيسان، النهاردة هكذا. نعم. يلا حلي اللي بعدها. العدد المميز ل 52 من 100. نص. ممتاز، عرفتي منين إيه؟ عشان احنا بنبص للجزء منه. ايوه كده، بنبص لخانة الجزء من 10 لقينا فيها 5، هي برضو اقرب لنفسها للخمسة للنص. يلا يا ملك، حاضر. العدد المميز ل 21 الاثنين. هنبص على الاثنين، الاثنين اقرب لمين؟ أقرب لا للصفر. للصفر. أقرب شطور. للنص. يلا يا همس، 81 من 100. العدد المميز هنا هو 8. 8 دي نديلها الواحد. 8 اقرب للواحد. ممتازة يا همس. يلا يا عمر، التاسعة أقل الواحد. أقرب للواحد. يلا يا عمار، الصفر. الصفر. للصفر، أقرب للصفر. نرجع تاني، يلا يا جوري، تمام. العدد المميز 7. تاخد النص. النص. ممتازة يا جوري. يلا يا بيسان، الست من النص برضه. الستة برضو نص. صعب الكلام ده يا عمر، لا مش سهلة أوي فهمناه أصلا. خلاص. مش احنا بندرس. ماشي، خد سكرين يا عمر عشان ما تنساهوش. أوكي. أخذ سكرين.
إذا بص كده كده برضه هذاكر الكتاب من أوله لغاية ما خدنا برضه، يعني معروفة يا مس أكيد. بس يا مس ينفع تبقي تكتبي لنا على جروب التجارة إن إحنا خدنا وصلنا لغاية فين عشان أنا بنسى؟ الامتحان يا عمر، الامتحان يا حلوين هيبقى لحد فين؟ الامتحان الوحدة الأولى والتانية بس، يعني الحل بس درس المعادلة. الدرس بتاع ميم ميم ألف وعين ميم ألف والعوامل الأولية لا مش موجود في الامتحان، هناخد بس الامتحان الوحدة الأولى والتانية بس. بس شكرا يا مس. خدت سكرين؟ تمام يا مس. لا يا مس، ايوه صح مس. تمام. خدت سكرين ولا اخد انا عشان انزلها لكم على الجروب؟ لا خد مس، انت يا خدي مس، انتي ولا انا؟ انت ماشي يا انا مس، خدت سكرين. اخد انا كمان عشان محدش ينسى ما ودي بقى ينزلها. اخد انا يا مس وانزلها. نزلوها على ماشي الجروب ده بس عشان انا مش في جروب التليجرام. ليه ما دخلتيش ليه الجروب التليجرام؟ كل ما ادخل يخرجني يقول لي مش مسموح. طيب انت موجوده معانا على الجروب صح؟ انا هدخلك دلوقتي، انت موجوده على الواتس وانا شفتك، هدخلك حالا. مش ابعت على عايزه جروب واتس. قولي يا ملك، ابعت لك اشوف. الرقم. لا حبيبتي انا شفت خلاص، ما انا شفتك على جروب الواتس، انت بعتالي حالا يا مس، هدخل الحصه وشفتك. خلاص خليه يشوف. الناس ابعت على جروب الواتس. نكمل نكمل يا شباب، ثواني. بقول لك ما يمس تقلش دي حصة أولى إعدادي؟ تاني شباك لا الجو. حبيبي اطلع لسه ما بدأتش. مدرسة عربي؟ أيوة مس. يلا حبيبي هنكمل مراجعة، خدنا الجمع والطرح صح؟ وامبارح مس راجعت على لحظة الجمع والطرح. مس، نعم يا عمر. هو حضرتك مدرسة عربي؟ لا يا عمر درست انجليزي يا عمر. ليه؟ بتهزر يا عمر؟ عمار ده مش عمر. والله بتهزر يا ابني، انا بديك رياضة يبقى مدرسة عربي ازاي؟ اوكي مسك. لا اله الا الله، بتهزر والله العظيم. سمعت حد بيقول حصة العربي بدأت؟ ماشي يا عمر، 8.25 ناقص 3.4 وبس. تعالوا تعالي. نحل الطرح الأول، عشان اطرح قلنا لازم نساوي الاجزاء، وعشان اجمع برضو لازم اساوي الاجزاء صح؟ صح يا بس هنحط يبقى صفر. لازم احط هنا زيرو واساوي الاجزاء، ما ننساش نساوي الاجزاء. يلا نطرح، 5 ناقص 0 هي الخمسة، 2 ناقص 4 ما ينفعش ما اعمل ينفعش، ايه؟ هناخد الاثنين اتناشر وتمام، هتبقى سبعة. شطورة، 12 ناقص 4 8، سبعة ثمانية أصلا 8 و7 ناقص 3 4. أربعة. تعالوا نجمع، 8 و2 10 0 ومعانا الواحد، 1 و6 7، 7 و7 14، 4 ومعانا الواحد، 1 و3 4، 4 و1 5، البوينت تنزل، و5 و8 13. اللي هينسى يحط لي البوينت هنقصه. يلا هكتب لكم مسألتين جامع تحلوهم، كله يحل، وفي الآخر هشوف انتوا حلتوهم صح ولا غلط. جامد. مسألة واحدة يا مس، جمع وطرح يا مس مسألتين، الاثنين. مسألة جمع ومسألة طرح. يا ربي، بقى. قصة الفرخة والدجاجة. يلا أذن يا تيتشر، سوف أحلها حالا. وأنا أيضا حل حل يا بتاع اللغة العربية. المسألتين دول؟ اه طبعا، بس لا يعرف. طبعا. بس حالتها.
يس نعم لسه قال لي إجابة وقال لي طايح خليتها هنا. يا مس نعم حبيبتي أني سؤال جامع وأني سؤال طيب حبيبتي، ما انا حاطه علامه الجمع والطرح يا حبيبتي، اول واحده طرحه ايه والتانيه جمع، العلامه ظاهره. حلتهم يا مس. اللي هي مس مسألة حصل لك على حاجة تانية يا مس، المسألة يلا في حبايبي الجامعة كلنا خلصنا، كلنا خلصنا. ايوه يا مس ايوه يعني يا مس المسألة في الجامعة دي خلصتي رقم اتحدث. لا لسه ما خلصت أنا. بسرعة شوية بسرعة. انا خلصتي يا مس، بس كنت عايزة اسألك بس سؤال واحد. قولي يا حبيبتي. وبصي بعد ما ماما يخلص. خلصت يا مس؟ يا مس يلا انا حبيبي. في مسألة مش عارفة احلها. طيب حالا نحل دول. بس يا نور اطلعي بره يا ماما. يلا حبيبي. أول واحدة تعالوا نطرح. لازم أسوي الأجزاء هنا، تمام؟ كلنا سوينا الأجزاء. اطرح يلا. 2 ناقص 0 هي هي الاثنين. واربعة ناقص سبعة ينفع؟ لا لا ما ينفعش. هتبقى اللي في التلاتة هختلف، هتبقى 14 ودي هتبقى 2. تبقى 14 ناقص 7، نعيد من الصغير لحد ما نوصل للكبير. سبعة 7 7 ان احنا قابلنا لو الواحد. جمعنا ننزلها. طيب انا هحلها حبايبي، انتوا خلاص حلتوها تمام، انتوا خلاص حلتوها، انا هحلها بقى. انا حليتها كده يا مس. ماشي انا لسه هكمل، محدش يحل في صوت. 2 ناقص 0 هي هي الاتنين، واتنين ناقص اتنين زيرو، اللي حلق كده يدي نفسه نجم. انا يلا اللي بعديها هساوي الاجزاء. 4 زائد 0 هي هي الاربعة. 3 زائد 2 بعد التلاتة 4 5. قابلت البوينت. نحطها 8 زائد 5 هتبقى 10. لا 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 نعد بعد التمانية، 9 10 11 12 13. 13 هنحل ثلاثة الست ومعايا وناخد النوم. الواحد، 1 و2 3. اللي عملها كده يدي لنفسه نجم. هي مين مش عارف يجمع أو يطرح؟ الحمد لله حليت مش انا المشكلة. مش كلنا بنعرف نجمع ونطرح. ايوه يا مس انا انا يعني. اعرف النجمة اهي. ايه انا اللي ينفع تفهمهولي. حاضر تاني، السؤال ده مهم جدا وعليه كل واحد منه 2.5 درجة في الامتحان. بس طيب هو انت ليه مقفره الامتحان كده ليه؟ وضربتين ونص ايه كل حاجه، ليه حضرتك مقفره الامتحان كده؟ يا مس سيب الموبايل نعم يا وامشي عمر. البيت وامشي يا مس. ايوه عادي عادي عادي. ايش يا عمر؟ مركز يا عمر. ماشي يلا سؤال تاني. لو عطانا كده يا ملك 23.75 وتحتيها 4.38 وانا عايزه اجمع. بنجمع عادي يا ملك، 5 زائد 8 بنحط الكبير في دماغنا ونطلع الصغير على ايدنا. بعد التمانية حبيبتي
تسعة عشرة حداشر اتناشر تلاتاشر، تلاتة ومعايا الواحد. واحد وسبعة تمانية، تمانية وتلاتة بعد التمانية تسعة عشرة حداشر. بنعد على صوابعنا عادي، واحد ومعانا الواحد، قابلنا البوينت بننزلها. واحد زائد تلاتة أربعة، أربعة وأربعة تمانية، والاتنين تنزل زي ما هي. صعب الجمع؟ سهل. بنحط الكبير في دماغنا ونطلع الصغير على ايدنا. طب انا عايزه اطرح بقى، دي لك 84 بوينت، 52 ناقص 23 بوينت 60. تعالى نطرح. 2 ناقص 0 هي يا مس الاتنين، 5 ناقص 6 ما ينفعش استلف. ليه يا مس؟ اصل 5 اصغر، لازم اللي فوق يبقى اكبر من اللي تحت يا ملك. نعد من الستة لحد ما نوصل للخمستاشر، هتطلع تسعة على صوابعنا. ننزل البوينت، تلاتة ناقص تلاتة زيرو، وتمانية ناقص اتنين ست. صعب الكلام ده يا شباب؟ في حد مش فاهم الحاجات دي؟ لا يا مس، لكن لا ممكن بس تعيدي الطرح عشان ايه؟ ممكن تعيدي الطرح عشان ما كنتش مركز. ليه مش مركز ليه يا عمار؟ يا مس ده عمر اللي اتكلم، اقسم بالله كذاب. ماشي يا عمر، بص يا عمر تاني، عمار ده عمار اللي عايز يفهم الطرح تاني. تاني يا عمار، يلا يا عمار اطرح. 2 ناقص 0 يا عمار هتساوي اتنين. هي الاتنين، انت معاك 2 خدت منها 0، تفضل هي زي ما هي. 5 ناقص 6 يا عمار، ينفع اطرح 5 ناقص 6؟ هتبقى الأربعة هتسالب، ثلاثة تبقى دي والخمسة 15 والأربعة بقت 3. عد من الستة لحد ما توصل لل15، عديت كام على صوابعك؟ 9 صوابع. 16 قابلنا 14 البوينت نزلها، 3 ناقص ننزل 3 صفر. 0، 8 ناقص 2 ايه بعد 6. ست؟ بس كده، صعبة يا عمار؟ لا يا مس شكرا. ماشي يا حلوين، نذاكر بقى كويس. احنا كده خلصنا مراجعة، حلينا على كل حاجة ممكن تيجي في الامتحان. كل الحاجات اللي احنا قلناها دي بس هي اللي هتيجي في الامتحان، بجد؟ نذاكرهم كويس. انا كنت سجلت الحصة يا مس. ما انا مسجلاها، هبعتها لك. حاضر، ابعتيها على جروب بليز التليجرام لو سمحت بليز يا مس، دلوقتي. بليز من عينيا. دلوقتي ايه دلوقتي ايه، دلوقتي دلوقتي. هبعتها حالا بس بعد ساعة كده ان شاء الله. ماشي، يلا سلام عليكم يا حلوين. وعليكم وعليكم السلام. السلام ورحمة الله وبركاته يا مس.